انت اتجننت ولا ايه يا مجدي؟ انت عايز نتجسس على نورهان؟ يا بنتي ما اسمهاش اتجسس، اسمها لو شفت حاجه غريبه تبلغيني على طول. بتضحك عليا ولا بتنقي اسم شيك للي انت عايز نعمله؟ والله العظيم ابدا. وبعدين اللي انا بطلبه منك ده في صالح نورهان والمجموعه، ده لو يهمك امرهم اصلا. مش فاهمه يا مجدي. انت عارفه ان نورهان الديب تعرضت لاكتر من محاوله اغتيال؟ دي حقيقه، بس هي بعد كده امنت نفسها كويس قوي بحراسه وبودي جاردات وهلومه كبيره قوي يا مجدي. يعني صعب اي حد يتعرض لها او حتى يهوب ناحيتها. تهيألك مفيش حاجه اسمها صعب. بعدين افرضي حد من الناس اللي بتحرسها دي بقى على الناس اللي عايزين يضروها، مش ده خطر عليها؟ رشا محدش يعرف يحميها غيرنا عشان تبقى فاهم. طب ولما الموضوع خطير بالشكل ده يا مجدي ازاي ما تحاولش تقولها بنفسك؟ هي راكبة دماغها وشايفة انها مش محتاجانا. رشا انا كل انا طالبه منك بحكم قربك منها لو شفت اي حاجة غريبة عشان خاطري تيجي تقولي لي على طول. طب وانا هستفيد ايه بقى لو ساعدتك في حاجة زي دي؟ وانت كل حاجة عندك ليها تمن؟ ما انت بتشتغل وبتمنه برضه يا مجدي، ولا انت بتشتغل لله وللوطن؟ شوف يا ستي انا هقول لك اعمليها خدمه لينا وللست اللي انت شغاله معاها. بعدين اكيد لو احتجتي حاجه انا مش هنساكي. وحتى لو ما عملتش كده انا متاكده يا مجدي لو انا طلبت منك اي حاجه في اي وقت عمرك ما هتتاخر عني. هو ده حقيقي، بس يا ريت انت تفضلي. خلاص يا مجدي انا هوافق على اللي انت طلبته مني، ولو اي حاجه غريبه في الشركه لفتت نظري هبقى ابلغك على طول. تمام، ده موضوع وخلصنا منه. الموضوع التاني بقى اللي كنت كلمتك فيه بتاعنا، مفيش اي حاجه غريبه كده لفتت نظرك؟ ما تبقاش طماع يا مجدي، النهارده انا وافقت لك على موضوع واحد كفايه عليك قوي كده. مين عارف بكره بقى ممكن يبقى فيه ايه. ماشي يا ستي انا هصبر، بس احس يعني ان انا في دماغك بتفكري فيا. اطلب الشيك يا مجدي عشان اتاخرت وعايزه اروح. يا دي النيله على الجليطه. مش ده الرد يا رشا، مش ده. قلت لك يا مجدي ما تبقاش طماع. لو تفتكر المره اللي فاتت انا رفضت موضوع ارتباطنا خالص، النهارده قلت لك اصبر. مين عارف بقى المره الجايه ممكن اقول لك ايه. انا اصبر قوي، بس انا هبقى صابر على نار المره دي. طب ما هو ده المطلوب. اطلب الشيك بقى عشان اتاخرت وعايزه اروح. هدي ام الشيك. حاضر حاضر يا متر.